كثيرا في هذه الأوقات، كيف نستقبل شهر رمضان الكريم ونحن على بعد ساعات من شهر رمضان؟ تعالوا بنا مشاهدينا الكرام نستمع إلى هذا الحديث ونشاهده، ثم نعود للتعليق مع فضيلة الشيخ عصام، تابعوا معنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وخلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. رواه الترمذي وصححه الألباني. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تربينا على هذا الحديث واستمعنا إليه كثيرا، ولكن في الأخير هناك أيضا نقاط يعلمها العلماء يتفضلون علينا بها. تعالوا بنا مشاهدينا الكرام نتوقف حول معنى هذا الحديث مع فضيلة الشيخ عصام. فضيلة الشيخ عصام، ماذا نقول عن استقبال رمضان بعد أن استمعنا إلى هذا الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد، فأتقدم أولا بخالص التهنئة إلى الأمة الإسلامية والبشرية جمعاء بقدوم شهر رمضان الكريم، هذا الشهر العظيم الذي فيه نفحات الخير والبركة والعطاء والأخوة والمحبة والطاعة لله سبحانه وتعالى. وهو أهنئ البشرية جمعاء لأن المسلم بعبادته لا ينفع نفسه فقط، بل المسلم بعبادته ينفع الدنيا كلها. نعم. ينفع نفسه وينفع أهله وينفع من حوله، ويشع بعبادته سلاما يملأ الدنيا ويملأ ما بين طباق الأرض جميعا. نعم. بحبه ورحمته للناس إذا فهم العبادة على وجهها الصحيح وطبقها حق تطبيقها كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الحديث يتحدث عن خصائص شهر رمضان، أن من خصائصه أنها تصفد الشياطين، طبعا شياطين الجن. نعم. شياطين الإنس لا تصفد، يعني لأن متروك لها العمل ومتروك للإنسان أن يقاومها وفق إرادته وقوة إيمانه وصلابة عزمه. نعم. ومرضت الجن، ويعني تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان، هذه خصائص لهذا الشهر الكريم دون أن نسهب في الشرح. وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، أي من يريد الخير فليقبل وليقدم، ومن يريد الشر فليقصر وليرتدع ولينتهي، ولله عتقاء من النار في كل ليلة. أنا عايز بقى لو توقف لنا وقفة مع لله عتقاء من النار، نقف عندها. لم يقل لله معتوق. نعم. بل قال عتقاء الله بإطلاق، ولذلك هذا من باب الله وباب رحمته الذي لا يغلق، التي قال عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. نعم. ولذلك الإنسان يدعو دائما: يا رب أنا شيء. أيوة. يعني ممن خلقت، فسعني برحمتك. نعم. يعني رحمتك مش هتيجي على الشيء المسكين الضعيف ده وهتوقف عندي يعني. أيوة. فهذا من العشم في الله سبحانه وتعالى أو الطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يتعشم الإنسان وإذا لم يطمع الإنسان ويطمح في المغفرة والعتق من النيران في هذا الشهر، ففي أي شهر يطمح ويطمع؟ نعم. يعني الحديث: تعس من أدرك رمضان ولم يغفر له. أيوة. والحديث يعني كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر. نعم. فقال: آمين آمين آمين. فقال له صاحب: لما؟ قال: قال لي جبريل في أول درجة، المنبر كان ثلاث درجات، يعني تعس عبد أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخل الجنة. نعم. فقل أمين قلت أمين. وتعس عبد أدرك رمضان ولم يغفر له، قل أمين قلت أمين. وتعس عبد ذكرت أمامه ولم يصلي عليك، قل أمين قلت أمين، صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لما يتأمل سيجد أن الله عز وجل أكرمنا إكراما شديدا. نعم. بمواسم للطاعات ومواسم للعتق من النار، سماها العلماء مغاسل الذنوب أو حمامات الذنوب. نعم. هناك حمامات في اليوم، وهناك في الأسبوع، وهناك في الشهر، وهناك في العام، ما بين أعمال يومية وما بين أعمال أسبوعية وما بين أعمال شهرية وما بين أعمال سنوية. أعمال يومية كالصلوات الخمس، قال عنها صلى الله عليه وسلم: يعني الصلوات الخمس مكفرات الوضوء من الوضوء، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن. فالصلوات الخمس تكفر، والوضوء
ما بين كل وضوء، سواء هذا الوضوء كان للفرائض أو للنوافل. ولذلك كلما كان الإنسان على طهارة بين الوضوء والوضوء يكفر ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم. هناك مغاسل أسبوعية، صلاة الجمعة شهرية، الأيام البيض من الشهر 13 14 15 للصيام، ذكريات سنوية أو يعني مناسبات سنوية، شهر رمضان، وكذلك يوم عرفة ويوم عاشوراء. هذا التعدد الشامل لألوان العبادة والطاعة يعني أنا أشعر فيها بشعور العبد الذي يرى حب ربه له، بأن الله عز وجل يعني عايز يصطادك بأي شكل، ولله المثل الأعلى يعني. وإلا ليه عامل لك كل الشبك اللي في السكة ده كله عشان تتكعبل في أي حاجة يغفر لك بيها؟ فاتك عاشوراء جاي لك، بعدها يعني بعدها جاي لك مناسبات أخرى، جاي لك رجب، وجاي لك شعبان، جاي لك رمضان، جاي لك ست البي ست اللي من شوال، جاي لك بعدها في وقفة عرفة، جاي لك أضحية، جاي لك صدقة فطر، جاي لك صدقة مال. كل دي أنا أشعر أنها أبواب الله عز وجل يعني عايز يقول لك ما تفلتش، يعني حاول تتكعبل في أي حاجة من دي تتخذ بيها تخش الجنة، دي من رحمة ربنا. طب إذا فاتك ده كله اسمح لي، يعني يعني كلمة صعبة قوي تتقال عن الشخص اللي يعني قاعد عمال كل ما تيجي يوم يتجنب يعدي يفوت، فمعناه هذا هو الشقي، هذا هو الشقي بمعنى الكلمة. من يطرق كل هذه المناسبات تفوت دون أن يغنم منها وأن يغترف منها وأن يشبع نهما وأن يعني يغترف منها لمغفرة الذنوب ولزيادة الحسنات، هو إنسان يعني غافل. قدامنا شهر عظيم، هو موسم طاعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع عليه وأن يتقبل. طبعا الكلام فيه كثير، لكن لعل كل يوم نذكر بشيء آخر بإذن الله. احنا مع بعض طوال شهر رمضان إن شاء الله. طيب بمناسبة